حديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل يعني الهلاك والشقاء والعذاب، ويل لمن؟ للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له ويل له ويل ويل له. فإذا كان ويل له، إذا النبي عم يقول الويل له، فلا يرى هذا الإنسان في حياته سعادة ما دام النبي عم يقول ويل وشقاء وتعاسي له. فالصدق هذا الصدق يا ابني في القول، وأجمل أنواع الصدق أن تكون صادقا مع الله. الصدق مع الناس بتكسب فيه كرامتك، أن تكون صادقا مع الله في أداء العبادات، في أداء الطاعات، في الأعمال، أن لا تكذب بشيء ما عملته، أن تقول عمل. في آية في آخر سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ما فعل، بس بده ينسب له أنه فعل كذا وفعل كذا. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. هذا عم يكذب، بده ينسب له انه فعل كذا، بيكون فلان فعل، يقول والله عملنا هيك هيك. مين اللي عمل؟ بينسبه له، هو بيكون غيره اللي فاعل الفعل. فهذا كذلك كاذب، والله تعالى يهدده بالعذاب. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا ينجو من عذاب الله، ولهم عذاب أليم. هذا كذب بأنه نسب إلى نفسه. فدائما انسب الخير لأهله، وانسب الفضل لأهله، ولا تنسب إلى نفسك الفضل وأنت لم تعمله. هاي كتير بتصير بين الأحباب، بين الناس، بحب دائما يقولوا ما شاء الله فلان عمل وفلان سوا، بكون هو لسه ما سوا، هو ما عمل، غيره عمل العمل، بيجي هو يقول فعلنا وعملنا وساوينا ورحنا وجينا، بيكون هو ما عامل، إنما أراد أن ينسب إليه الفعل وهو لم يفعل. فهذا له العذاب بين يدي الله. فانتبهوا من هذه الكذبة التي يقوم بها كثير من الناس. اصدقوا مع الله في إيمانكم، في تقواكم، في هدايتكم، في أعمالكم، كونوا صادقين مع الله عز وجل. ومن صدق مع الله كافأه الله بالصدق، كافأه الله عزة وكرامة ورحمة ومغفرة، ما دام يكون صادق فيما يقول وفيما يفعل. أبو بكر الصديق ما خسر لما صدق مع رسول الله، ولما صدق مع الله ما خسر، كسب واكتسب رضي الله عنه الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا من 1400 سنة والناس بيقولوا رضي الله عنه وأرضاه، هي جزاء الصدق. هي مرور الزمن ما نسي، فلا التاريخ نسي، ولا الزمن نسي، ولا الخلق نسيوه، لأنه صدق مع الله. هي ليجزي الله الصادقين بصدقهم. أما من كذب فقد أضاع كرامته وحياته. اصدقوا إذا حدثتم. اثنين، وأوفوا إذا وعدتم. هذه كذلك تدخل في الصدق. إذا وعدت إنسانا وعدا
أن يكون وعدك بالوفاء الكامل، وإياك أن تتأخر عن وعدك ولو قليلا. في واحد بيوعد الساعة 5، بيجي 5:05، 5:10، إنه والله لا تأخذنا، والله في زحمة بالطريق. ليش ما حسبت حساب زحمة الطريق؟ لازم تجي قبل الوعد بدقيقة بدقيقتين تنتظر على الباب. أما أن تأتي بعد 5 دقائق فأنت سجلت في الإسلام منافق، ما عاد اسمك مسلم، تبدل اسمك من المسلم إلى المنافق بإخلاف الوعد. الوعد يجب يا ابني أن يكون معكم أشد مما تضمن نظرك وروحك، لازم تضمن وعدك. لو فقدت البصر لكن لا تفقد وعدك، ولو فقدت روحك لكن لا تفقد الوعد. خليكن على الوعد مهما كان، دائما كن قبل الوعد بدقيقة دقيقتين، ممكن تكون الساعة مقصرة، ممكن تكون الساعة مسبقة، خليك قبل دقيقة أو دقيقتين. أما إذا وعدت وما وفيت بوعد فمعناتها أنت فيك خصلة من النفاق، في خصلة من النفاق، ويلي يا ابني يلي فيه جرثوم واحد من الكوليرا. جرثوم، ما بنقول فيه عدة جراثيم، جرثوم كوليرا، جرثوم واحد جدري، جرثوم واحد من الأمراض المعدية. هالجرثوم شو بيعمل فيه؟ جرثوم واحد شو بيعمل فيه؟ بيهلكه للمقبرة، جرثوم واحد. إذا كان في خصلة من النفاق، خصلة واحدة ممكن تهلكك. الوعد يا ابني، إذا وعدت فأوفي بوعدك، سواء كان الوعد لقريب أم لبعيد، وسواء كان الوعد قولا أو كان الوعد بشيء. وعدت فلان أنه بكرة إن شاء الله بتصل فيك، ما اتصل، بكرة إن شاء الله بجيب لك الغرض الفلاني، ما جبته، فأنت تسجل عند الله منافقا. تعرفوا شو معنى منافق؟ معنى ذلك أن لك أسفل وادي في جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. ما في مين ينصره، ولا في محامي دافع عنه، لأنه وعد وأخلف، وعد وأخلف بالوعد. ليش يا ابني حتى تخلف؟ تعرف حالك ما بتحسن أن توفي، لا توعد. تعرف حالك بدك تتأخر، لا توعد. قديش أنا بشدد يا ابني على الوعد، وأنا دائما بعامل الناس لما بشوفه وفى بوعده بعرفه مؤمن، متى ما أخلف بالوعد سقط عندي، ما عاد في إله، شطبته من الصحيفة. متى ما أخلف الوعد لو كان أيا كان. الوعد يا ابني مقدس. النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، قبل ما يكون نبي، نزل إلى السوق، باع إنسانا بيعا فوعده أن يأتيه به بعض السمن، قال له هل بجيب لك؟ فوقف النبي في السوق 3 أيام ينتظره. هذاك بعد 3 أيام نازل للسوق بده يشتري، وإذا النبي واقف. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا فتى لقد شققت علي، يعني أتعبتني، أنا هاهنا منذ 3 أنتظرك. 3 أيام النبي واقف في السوق عم يستنى مشان الوعد اللي وعده إياه. 3 أيام. وسيدنا إسماعيل مدحه الله تعالى في القرآن بقوله: كان صادقا، صادق الوعد، وعده إنسان
فوقف في الطريق 21 يوما، 21 يوم واقف على